منذ أن تولى جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد، أعلن شعار النهضة المباركة في شتى المجالات الاجتماعية وغيرها، إلا أن هذه النهضة لن يقوم بها حاكم بمفرده، ولا بد أن يكون الشعب سنداً وعوناً له في تحقيق آمال القائد الهمام. صوت للنهضة نادى، هبوا جمعاً وفورادا، قابوس للمجد تبادى، فابنوا معه الأمجاد يا أبناء عمان الأجواد، وأنا التلميذ سأبقى من أجل العلم مجاهد، من بعد الحرمان من التعليم أقيمت للعلم معاهد، في نزوى في صور في كل عمان سترى للعلم موارد، وسنبذل كل الجهد لتبقى مع آمال القائد، أمجاد عمان ستعود بفضل التوجيه الرائد، قيد الأرض وناصر وجلندا ومهنا والشعب الصامد، سيرون بنا أبناء يبنون الجيل الصاعد، جند نحن لقابوس ولمن يبني للدار محامد.